طيب خلينا نروح كده بقى للدوحة مباشرة، وزميلنا العزيز هناك أحمد عويس الناقد طبعا الرياضي. يا يعني مسيو عويس، بونجور عليك في البداية. بونجور يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم. بونجور نهاوند بقى، عشان يعني انا يعني انا صباح الخير بس ايش ليه انا مش بونجور زي قال لك نهاوند؟ نجمة سينما بقى، نجمة سينما وكريم بونجور. الخطوة الجاية أوعدك يا عويس والله. مش بعيد. صباح الخير عليك، صباح الفل ضيف العزيز محمد تمام. خلينا نقول ان انا امبارح قلت لكم انه النهارده عندنا ماتشين لماما افريكا، وان شاء الله الافارقه هيعملوا حاجات كويسه. الكلام اتحقق، الكاميرون حققت تعادل كبير مع صربيا 3-3، غانا حققت فوز على كوريا الجنوبيه ب3 اهداف لهدفين، واصبح عند الفرق الافريقيه عندنا 4 فرق منتخبات افريقيه عندها امل في الصعود للدور الثاني. حلو. واعتقد ان دي المره الاولى اللي بيحصل في كاس العالم ده، ما شفناش ده قبل كده، ان عندنا الكاميرون عندها فرصه صعود. عندها مباراه صعبه امام البرازيل، ولكن لسه الامال قائمه. المغرب قاب قوسين او ادنى من الصعود، غانا عندها فرصه كبيره للصعود، وعندنا السنغال النهارده مباراه الاكوادور، لو كسبت هتوصل طبعا. ده املنا كلنا. امبارح المباريات المنتخبين الكبار في نهايه الجوله ونهايه اليوم، البرتغال والبرازيل ضمنوا الصعود، فاصبح عندنا 3 من الكبار صعدوا، البرازيل وفرنسا والبرتغال، 2 ودعوا كندا وقطر، ولسه باقي 27 منتخب يا جماعه عندهم فرصه الصعود للدور الثاني، وده رقم مهول قبل الجوله الثالثه. يمكن همام يقدر يكمل على كلامي بعد كده، انه عمرنا ما شفنا في كاس عالم انه الجوله الثالثه داخله وفي 27 منتخب لسه عندهم فرصه صعود. صعبه جدا يعني، يعني بتبقى كبير يعني الجوله الثالثه دي بنبقى داخلين وفي 7-8 منتخبات خلاص ضمن. المره دي الموضوع صعب، والمباريات مش مضمونه، وكل المباريات اللي الناس بتقول هي مباريات هتبقى سهله والمستوى الفني ضعيف بتشوف فيها اجمل كوره. يعني امبارح مباراتين، واحده او 12 و3 العصر، ماتش تربيا والكاميرون، كوريا وغانا، 11 هدف في مباراتين. أيوه. ده ارقام في كاس العالم ما بنسمعهاش خالص. فالحقيقه المباريات تزداد اثاره، تزداد قوه. ولو عندكم اسئله بقى. انا عندي بصراحه. ابدا اتفضل يا فندم. بص بقى يا عويس، مبدئيا احنا خلينا نتكلم عن الاربع منتخبات افريقيه. اتكلمنا عن كاميرون، المغرب، غانا، والسنغال. من وجهه نظرك، من هم او من هي او من هو المنتخب الاقرب من الاربعه اللي احنا ذكرناهم ده دلوقتي صراحه؟ في فرص الصعود رقم 1 المغرب، لانه عنده مباراه سهله امام كندا، عنده 4 نقط. رقم 2 السنغال، عنده مباراه متكافئه امام الاكوادور. تمام. رقم 3 منتخب غانا، لانه كسب مباراه وعنده 3 نقط، هيبقى المنتخب الاقل فرص وصول منتخب الكاميرون، لان عنده مباراه صعبه قوي قوي قدام البرازيل اللي ضمن الصعود. ومحتاج يكسب لانه عنده نقطه واحده. بقيه الفرق الحقيقه، المنتخب الافريقي الخامس هو المنتخب التونسي، هو ما فقدش الامل على فكره في الصعود، هو عنده امل في الصعود، ولكن الجولة دي هيلعب فرنسا، وطبعا فرنسا هتلعب تقريبا. هو كان ديدييه ديشامب حب يريح بعض النجوم، كيليان امبابي رفض الفلوس، او ما يقال انه رفض لانه عايز يكمل ارقامه، هو دلوقتي احرز 7 اهداف في 200 وعايز يكمل ويفتح الارقام دي. فالحقيقه هتبقى مباراة صعبة شوية على المنتخب التونسي، ولكن باللي بنشوفه البطولة مش حاجة صعبة. هو فعلا البطولة دي فعلا غير متوقعة إلى حد كبير، يعني الأرقام، الصعود، التأهل، لا في حاجة زي ما أنت بتقول كده برضو غير مسبوقة يا أستاذ محمد، أول مرة تحصل. صحيح. تتكلم في 27 منتخب لسه فعلا، فلا دي حاجة. طب أنا عايز أسألك، أنت بتشوف يا عويس دي حاجة كويسة ولا لا؟ وفي نفس الوقت لو كويسة، طب ده راجع لإيه؟ إيه الأسباب إن إحنا نقول المونديال ده بيشهد ظروف استثنائية بهذا الشكل؟ عشان المونديال ده احنا بنلعب في نوفمبر. كل المونديالات السابقه كانت المونديالات بتتلعب في شهر 6، في نهايه الموسم الاوروبي في الكوره، فاللعيبه بتبقى رايحه وهي همدانه ومستواها خلاص وصل للتوب ليفل في نهايه الدوريات، ولعب نهايه تشامبيونز ليج، ولعب نهايه الدوري بتاعه، فبيكون خلص اللي عنده، فبيبقى عايز البطوله تخلص باي طريقه. المره دي انت احنا الناس رايحه في الاسبوع العاشر وال11 في الدوريات، فلسه اللعيب بيبدا يعلى مستواه، فكل اللعيبه جايه وهي مستوى عالي جدا. وطبعا كلنا عارفين ان كل المنتخبات عندها نجوم محترفين طبعا. يعني المنتخبات الافريقيه ما فيهاش لعيبه كتير موجوده في افريقيا، حتى منتخب تونس ومنتخب المغرب اغلبهم محترفين في صحيح. اوروبا،
فعشان كده الدوريات مستمره. احنا الدوريات الاوروبيه فضلت مستمره لحد يوم 13 نوفمبر، يعني قبل انطلاق المونديال باسبوع. صحيح، يعني رغم ده يا عويس كانوا اصلا في كتير جدا يعني منتخبات اوروبيه بتعترض، لان انت دلوقتي بتعملها في ميعاد مش ميعادها، وان لا انت كده بتضغطنا. يعني رغم النقطه اللي انت بتقولها هم ما كانوش شايفين ده، بالعكس شايفينها ان هي حاجه ديس ادفانتج او حاجه سلبيه. يعني انا برضه انا بقول لك اهو، وقبل نهايه البطوله وممكن تسجلوا الكلام ده عليا، انه بعد نهايه البطوله دي الفيفا هيبدا يدرس اقامه البطوله في التوقيت ده طول الوقت، لانه ما شفناش قبل كده هذا المستوى العالي من كره القدم في كاس عالم. مش 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 فكره في التكافؤ، ما فيش مباراه الناس ضامنه ان هي تخلص. مباراه البرتغال وغانا لحد الدقيقه 96 الوقت الضايع حارس البرتغال غلط وكان منتخب غانا هيتعادل. صحيح. قيسي بقى على كده كوبا باستثناء المباراه الوحيده اللي حسمت مبكرا جدا وكان فيها نتيجه كبيره بين اسبانيا وكوستاريكا، ولكن بعد كده تفاجئنا ان كوستاريكا اللي خسرت من اسبانيا 7 كسبت اليابان اللي كسبت المانيا. فالحقيقه كل كده مش هتفكر في بعض. عشان كده كل يوم بنقول ايه وتتوالى مفاجات المونديال. انا عايز اسالك بقى واقف معاك يعني عند تفصيله كده صغيره كنا بندردش فيها انا ونهاوند من شويه مع استاذ همام. يلا انا بس انا بالنسبه لي على القاعد عشان بس السن مش بتاع وقوف وكتر فرهده. كنا بنتكلم على تفصيله ليها علاقه بقطر ووجهه نظر ابتدت تتسمع باشكال ودرجات متفاوته من مصادر مختلفه، فكره ان قطر احسنت الاستعداد واحسنت التجهيز واستضافت الفعاليات لكنها لم تحسن بنفس القدر تجهيز منتخبها. انا عايز اسالك انت بحكم وجودك هناك، يعني رجل الشارع القطري بيقول ايه؟ الاعلام الرياضي القطري بيقول ايه؟ لا هو بص خلينا بس عشان ده كلام لانه الناس مش بتابع المنتخب القطري. المنتخب القطري بطل اسيا، يعني المنتخب القطري بطل اسيا ولعب نهائي بطوله الكونكا كاف اللي هي امريكا الوسطى. المنتخب القطري استعد كويس جدا للبطوله، ولكن في خطا كبير حصل في استعداد المنتخب القطري. المنتخب ده بقاله 6 سنين في معسكرات، لما وصلوا للمنطقه اللي هم محتاجين الفريق يبقى فيها في التوب ليفل كان الفريق زهق. فاللعيبه تشبعوا، يعني عايز تقول تشبعوا وخلاص هم هينزلوا كاس العالم يعملوا كل حاجه، فما عرفوش يعملوا حاجه وخرجوا تماما من تركيزهم، وده شفناه في مباراه الاكوادور اول ما جه فيهم جول ما بقوش موجودين في الماتش. فعشان كده لا المنتخب القطري استعد كويس، والناس والمسؤولين والاعلام هنا عارفين هم استعدوا كويس، لانه المنتخب ده صرف عليه ارقام كبيره جدا. يعني انا ممكن بكره اقول لكم الارقام اللي صرفت عليه والبطولات اللي شارك فيها منتخب قطر. شارك في بطوله الكونكاكاف، شارك في بطوله كوبا ليبرتادوري، شارك في كل اسف بطوله ابطال في امريكا الجنوبيه، يعني شارك في البطولات الكبيره كلها. بطل اسيا عنده المعز علي، هداف اسيا، افضل لاعب في اسيا، عنده اكرم عفيف، عنده حسن الهيدوس، عنده مجموعه كبيره جدا، كريم بوضياف، لا نجوم كبار. والمنتخب ده لما خد كاس اسيا عمل 7 انتصارات متتاليه وفاز في النهائي على المنتخب الياباني 2-0، اللي المنتخب الياباني كسب منتخب المانيا بنفس الفرقه على فكره. ايوه كسب المنتخب السعودي 2-0 اللي كسب الارجنتين. فالحقيقه بما الناس مش متابعه المنتخب القطري في استعداداته وبداياته لحد دلوقتي، عشان كده ما حدش كله جه عند نقطه الهزيمه من الاكوادور ثم الهزيمه من السنغال. لا، الهزيمه من الاكوادور والهزيمه من السنغال دول اخر نقطه وصل لها المنتخب القطري، وعشان كده كل الناس بتقول لا اصل ما استعدوا، دفعوا فلوس كتير في البنيه التحتيه وفي الاستعدادات للبطوله وما استعدوش كويس للكوره. لا استعدوا كويس للكوره، بس هي الكوره في الاخر 90 دقيقه، مين موفق ومين مش موفق، هي كده. صحيح، عندك حق. طيب يعني قبل استاذ محمد اي سؤال للدوحه، لو حابب تستفسر اي حاجه من زميلنا عويس لو حابب تساله. منتخب السنغال يعني يقدر النهارده يوصل ويصعد ولا لا؟ النقطه الثانيه، منتخب القطر هيدخل الماتش ده ازاي؟ يعني هيحاول ان هم يردوا نفسية يعني هيحاولوا يردوا شويه، وخصوصا الجمهور القطري كان يعني في انهزاميه شويه يعني في يعني بيحاولوا النهارده هيحاولوا يردوا شويه ويقفوا ويصمدوا قدام المنتخب الهولندي. والمباراه الاهم منتخب مباراه ايران وامريكا، مين يكون الطرف الاقوى فيها؟ انا وجهه نظري برشح المنتخب السنغالي والمنتخب الهولندي للصعود من المجموعه الاولى، المنتخب الانجليزي والمنتخب الايراني من المجموعه الثانيه، واتمنى المنتخب القطري يقدر النهارده يقدم صوره للمنتخب لمستوى المنتخب القطري الحقيقي اللي ما حدش شافه لحد دلوقتي، ويقدر
حتى لو انه خرج من البطوله رسميا، ولكن ممكن يقدم صوره ويعمل مفاجاه ويكسب او يتعادل مع المنتخب الهولندي ويختم البطوله مشاركته الاولى في البطوله باداء يرضي جماهيره ويرضي يبقى الناس. خروج مشرف على الاقل، ويبقى خروج مشرف يعني تعاون مشاركه ليه يبقى عمل حاجه. اعتقد مباراه ايران وامريكا هي مباراه هتبقى العالم كله واقف مستنيها، وانا وجهه نظري ان شاء الله المنتخب الايراني هيقدر يحقق الفوز ويوصل او على الاقل التعادل، لان منتخب امريكا عنده نقطتين فمحتاج يكسب او يتعادل. المباراه الثانيه ويلز وانجلترا، اعتقد المنتخب الانجليزي فرصه اكبر يستحيل فوز وصداره المجموعه. كويس جدا. طيب عويس، ايه الماتشات اللي انت النهارده هتتابعها يعني توقعاتك برضو؟ هو انا هحضر هولندا وقطر في الملعب، وهيتلعب في نفس التوقيت الاكوادور والسنغال. اتوقع فوز السنغال على الاكوادور وتعادل او فوز هولندا على قطر. المباريات الثانيه فوز انجلترا على ويل وفوز او تعادل ايران مع امريكا. حلو، رائع جدا، نشكرك جدا، واكيد تغطيتنا مستمره مع زميلنا العزيز من الدوحه مباشره احمد عويس الناقد الرياضي. شكرا لك.